مباراة شبيبة الساورة بالرائد اتحاد الحراش جلبت لها جمهورا غفيرا جاء ليشاهد ويتمتع بكرة قدم نظيفة. خويا احنا جينا من الحراج، جينا الاولى الحمد لله رحبوا بينا ما خصنا والو كتر خيرهم بالامن كلش خويا كلش بالكوميتي تاعهم بالانصار سوايلي بيان فيني الحراشيان ومرحبا بهم. وكيما يقول لك هادي بين دو زيكيب يحطوا بالو مليح الا 30 ماتش على 30 ماتش شقينا 1200 كيلومتر باذن الله الفوز ربي يكون معنا باسكو شقينا. شوف دراري صغار وعلى وان شاء الله نؤدي مقابله كبيره ونربحوا المقابله. النتيجه ربحوها عن 0-0 وان شاء الله تكون رحله رياضيه ان شاء الله للجميع. وصول لاعبي الفريقين الى ملعب 20 اوت كان قبل ساعه والنصف من بدء المباراه والرغبه تحدو كلا التشكيلتين لتحقيق نتيجه ايجابيه. المقابلة اليوم بين شبيبة الساورة واتحاد الحراش منذ الوهلة تبدو مقابلة صعبة بالنظر إلى مرتبة كل طرف. اتحاد الحراش يحتل الريادة رفقة وفاق سطيف، الشبيبة منذ 6 جولات لم تنهزم وبالتالي تحاول المحافظة على نفس النسق من حيث النتائج. نظن المقابلة هذه كيفها كيسير المقابلات اللي لعبناهم في البطولة لحد الآن خرج ديار. نظن احنا حضرنا ما حضرناش كيزام الحال خاطر كانت المناسبة تاع العيد وما قدرناش نلايمو الفوج في أسرع وقت لتحضير المقابلة. نظن إن شاء الله ما يكونش مؤثر هذا العامل على المردود تاع اللاعبين. نظن المقابلة تلعب في يعني في في, في جزئيات. نعرف بلي الفريق تاع الحراش يحتل المرتبة الأولى، حنا إن شاء الله غادي نديروا المجهود نتاعنا، اللعابة نتاعنا راهو واعيين بالمسؤولية ورحنا محضرينهم من الناحية النفسية ومن الناحية التكتيكية كما نقولوا باش يكونوا في المستوى. بداية اللقاء كانت سجالا بين الفريقين لكن الفعالية كانت للزوار الذين افتتحوا النتيجة عبر لامالي في الدقيقة 24 لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق الاتحاد. التعليمات اللي مديناها بين الشوطين خصنا نلعبوا الهجوم كما يقول لك 100% باش نسجلوا ان شاء الله نعدلوا النتيجه. المرحله الثانيه استهلها الضيوف بحصولهم على ركله جزاء اعلنها الحكم عبيد شارف، ركله ضاعف بها بالقرو الفارقه عند الدقيقه 57. هدف رد عليه الساورة عبر ترباح عند الدقيقة 67 بهذه الكيفية الجميلة. بعدها توقفت المباراة بسبب مناوشات بين مناصري الفريقين من على المدرجات.